اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي وضيفكم دلوقتي بنرحب بيه واحد من نجوم الاهلي السابقين وايضا واحد من ابناء الاهلي السابقين، كابتن عمرو الحلواني. شرفنا يا كابتن عمرو. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ زي الفل يا كابتن. نقول مبروك. الحمد لله، طبعا حاجه كويسه جدا ان انا موجود في جوه جدران النادي الاهلي، حاجه مميزه. طب نقول للناس ايه؟ مبروك على ايه؟ على المدير الاكاديميه كابتن عمرو حلواني، يعني من كام يوم اصبح مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع بنها، وبعد اعتزال كره القدم يعني خد كارير المجال الاداري، وهو كان حابب الكلام ده، واول مكان اشتغل فيه في بيته النادي الاهلي. ده شرف ليا يا كابتن اسامه، وحاجه مميزه جدا. لما كابتن شطه كلمني وانا رحبت بالموضوع، رحت اتكلمت مع كابتن شطه، بصراحه حاجه كبيره جدا. كابتن شطه كان مدربي وقيمه وقامه يعني، واتكلمت انا وهو في حاجات كتيره في موضوع الاكاديميه. بصراحه يعني رحب جدا وقال لي انت واحد من ابناء النادي الاهلي، وانا مرنتك وعارفك كويس جدا، انت عندك طموح، فاداني المجال انا ابقى مدير الاكاديميه في فرع بنها، وقال لي اللي انت عايزه هعمله لك كله. واتكلمت معاه في كذا حاجه اسامه، والله كل حاجه. واتكلمت معاه كابتن شطه قال لي متاحه ليك، والحمد لله دلوقتي بدانا نمشي في الحاجات. جميل كابتن شطه صراحه، جداً. جميل ومحترم، كان معايا الحلقه اللي فاتت وما بيتاخرش عن حد، وعامل شغل يعني رائع. فكنت النادي الاهلي، وكمان الحلقه اللي فاتت اللي امانه على الهواء اداك حقك واتكلم عنك كلام محترم جدا. طبعا كابتن شطه مدربي وابويا طبعا، وراجل قيمه كبيره جدا في الاداره، وقيمه كبيره جدا في افريقيا. كابتن شطه بصراحه حاجه مكسب لاي منظومه يكون فيها يعني. انا برضو عايز يعني اشكر الناس بتوع بنها، الدكتور جمال سوسه والدكتور تامر سمير والدكتور هاني زكريا، الناس دي بصراحه المسؤولين عن الجامعه والمشرفين عن الجامعه اللي فيها الاكاديميه. بصراحه اول ما كلمتهم رحبوا جدا بالموضوع، وقالوا احنا معاك في اي حاجه. هم بيحبوا النادي الاهلي، وهم عارفين والفرع هناك معمول في جامعه بنها. جامعه بنها كويس. وكمان هم عارفين قيمه النادي الاهلي يا كابتن اسامه، وعارفين النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا وحاجه براند يعني. انا بصراحه رحت يعني كنت مبسوط بالمقابله اللي هم قابلوني بيها، ومبسوط بحب الناس للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كابتن، انا بوعد اهالي بنها واولياء الامور بتاع بنها، ان شاء الله هيشوف حاجه مختلفه السنه دي، هيشوف حاجه تليق باسم النادي الاهلي، هيجيبوا اولادهم ان شاء الله نعلمهم مش كوره بس يا كابتن اسامه، كوره وادب واخلاق وحاجات تاديبيه وحاجات سلوكيات وفي التغذيه، لا حاجات كتيره جدا، هتشمل حاجات كتيره جدا. وكمان خدت وعد من الكابتن بدر رجب، اي لعيب كويس. اي لعيب موهوب يعني جدا جدا بصراحه يعني، اي لعيب موهوب انا شايفه والمدربين شايفينه، على طول هتواصل مع كابتن بدر وانقله القطاع النادي الاهلي. في هي النادي الاهلي كلها كابتن اسامه كلها منظومه كامله متكامله بتشتغل على اعلى مستوى، حاجه بروفيشنال يعني. انا سعيد بالتجربه دي، وان شاء الله ننجح كلنا ان شاء الله. بدات العمل في بنها ولا لسه في مرحله التحضير دلوقتي؟ احنا الافتتاح بتاعنا فتح بقاله 10 ايام بالظبط. اول ما كابتن شطه كلمني تاني يوم على طول رحت بنها، وشفت الحاجات اللي احنا عايزينها، وشفت السلبيات والايجابيات اللي موجوده هناك، وقعدت مع الناس. وان شاء الله الافتتاح يوم 15/6 باذن الله، هنعمل حاجه باذن الله مختلفه. اوعد الناس هناك اللي هنعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي، والولد هيجي يبقى حابب اللي هو يكون موجود في الاكاديميه، وهيبقى فيه نظام وفي سيستم هيعجبهم ان شاء الله باذن واحد احدهم. يوم اعتزالك او كان مباراه الاهلي مع اسوان، اخترت ان اليوم اللي تتكرم فيه يبقى فيه طرف النادي الاهلي. طبعا طبعا، انا واحد من ابناء النادي الاهلي، تربيت في النادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي 10 سنين يعني، خدت مع النادي الاهلي معانا على الهواء دلوقتي. ده ملعب اسوان، مباراه الاهلي كانت مع اسوان، واخترت انت اليوم ده يكون الاهلي طرف. خد بالك يا كابتن اسامه، انا اللي قررت اللي يكون ماتش اسوان والنادي الاهلي. وقلت اعتزل، عشان ده اسوان عملت معاهم موسم استثنائي. وشعب اسوان انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، والجمهور كله اهلاوي، والنادي الاهلي طبعا ده اللي انا اتربيت فيه ونديه. فانا قلت لازم اما اجي اعتزل في النادي اللي انا اتربيت فيه والنادي اللي انا بحبه جدا. بصراحه انا يعني جمهور النادي الاهلي فاجئني استقبلك استقبال كبير، استقبال انا بصراحه حاجه كبيره جدا، وجمهور اسوان استقبلني استقبال حاجه كبيره جدا. بصراحه كنت مبسوط قوي اليوم ده، وجمهور النادي الاهلي بصراحه حتى بعدها كتبوا كلام يعني فرحني قوي قوي، وده المعتاد من جمهور النادي الاهلي، اللي هو واقف جنب ولاده وبيحس بولاده، بيحس اللي هو قد ايه انت اديت للنادي الاهلي، او واحد من ابناء النادي الاهلي يعني. رتبت مع مين اللحظه دي علشان يعني يحصل التكريم ده قبل المباراه؟
كلمت كابتن سعد حفيظ بصراحه، كلمته قبلها بيومين، قال لي عمرو اللي انت عايزه هعمله لك، قال لي اللي انت عايزه انا هعمله لك. انت يعني على المستوى الشخصي انا بحبك جدا، وعمرك ما عملت معانا مشكله، او وانت في النادي الاهلي عملت مشكله. اللي انت عايزه اعمله لك يا كابتن، عايزك تبقى موجود اليوم ده والنادي. قال لي اي حاجه عايزها صعبه انا هحلها لك. وكلمت طبعا رئيس نادي اسوان ونائب رئيس نادي اسوان، بصراحه كله رحب وكل الناس رحبت وكل الناس كانت موجوده الحمد لله. وبفضل الله يعني الحمد لله طلع تكريم. الوالده يعني موجوده برده والاسره، دي كانت اهم حاجه اللي والدتي تكون موجوده. والدي الله يرحمه برضو لو كان موجود كان نفسي يبقى موجود، بس والدتي عشان تعبت معايا، هي والدي الله يرحمه وانا صغير كانوا بيجي معايا النادي الاهلي مدينه نصر وتعبوا. فانا صممت اليوم اللي انا ابقى اخر يوم فيه والدتي هي اللي تتكرم بالنيابه عني عشان تعبت، واحمد اخويا برضو جنبها. بصراحه كل الناس تعبت يعني، فكان يوم جميل بالنسبه لي. يعني شعورك يا حلواني يعني وانت ابتديت مشوارك في النادي الاهلي، انت ابتديت وانت عندك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين في النادي الاهلي، في استراحه النادي الاهلي، في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وطلعت فتره الدرجه الاولى، وبعد كده لعبت الانديه احترفت ولعبت الانديه اخرى، وبتختم تكريمك في النادي الاهلي، ودلوقتي محطه بقى بتبتدي مشوار جديد في النادي الاهلي مره اخرى في اكاديميه النادي الاهلي والعمل الاداري. بص يا كابتن اسامه، النادي الاهلي يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى النادي الاهلي علمني حاجات كتيره جدا جدا، يعني سهل لي الطريق اللي انا ابقى من اللعيبه الحمد لله في مصر الناس بتتكلم عليها كويس، بسبب اللي انا وانا عندي 10 سنين متربي على حاجات ما بتتغيرش في النادي الاهلي، اللي هو الاسس، وتعرف اللي ليك واللي عليك، وتحترم مدربك وتحترم شغلك واكل عيشك، وتبقى حريص جدا على كل كبيره وصغيره في النادي الاهلي، وتعلمت ازاي تبقى وانت صغير تكسب وتاخد بطولات. ده اللي فادني ما رحت اوروبا كابتن اسامه، يعني حسيت ان الموضوع كان سهل جدا لما رحت اليونان. اللي الموضوع زيه زي النادي الاهلي زي اوروبا بالظبط، اللي انا مواعيدي مظبوطه، تماريني، المدرب، تذاكر الماتشات، تشتغل كوره، ما تلعبش كوره تشتغل كوره. وانا صغير كان طول الوقت مستر كروفر وكابتن بدر رجب وكابتن محمد وهبه وكل الناس اللي في القطاع وكابتن شطه وكابتن علاء ميهوب، طول الوقت كان وكابتن ضيق طول الوقت كان بيكلموا ان انت لازم تشتغل كوره ما تلعبش كوره، طول الوقت كانت في دماغنا تشتغل كوره، شغلتك يعني تذاكرها كويس، يعني تهتم بكل تفصيله، تنام كويس، تاكل كويس، تشرب كويس، تذاكر الماتشات، تبقى لعيب مميز طول الوقت، لازم تبقى موجود في حته تبقى مميز طول الوقت. كان النادي الاهلي دايما يتكلم كده معانا، لازم في اي حته تكون موجود فيها لازم تبقى مميز يعني. فتعلمت حاجات كتيره جدا حتى لما سبت النادي الاهلي ورحت اوروبا طبقتها، وجيت حتى في انبي، قعدت 10 سنين في انبي برضو، ما تبقى لعيب وتلعب في نادي كبير 10 سنين حاجه برضو، ده يدل ان انت الحمد لله كنت ملتزم جدا وما عملتش مشكله واحده في النادي، وكنت كابتن النادي انبي، فمرينا برضو بظروف كويسه، كانت الموضوع سهل بالنسبه لي، اللي انا عارف اللي ليا واللي عليا وانا صغير يعني. وانت بتكلمني دلوقتي بتقول لي اتمرنت زمان مع الكابتن بدر رجب وانت لسه في مدرسه الكوره، شاف عوده كابتن بدر رجب بعد السنين دي كلها مره تانية للنادي الاهلي ازاي؟ كابتن بدر رجب مكسب كبير طبعا، وايام كورفر كمان طبعا. كابتن بدر رجب مكسب كبير، انا شايف الكابتن بدر رجب من اهم مدربين المراحل السنيه الناشئين في العالم مش في مصر بس، راجل اكتسب خبره رهيبه بقى له اكتر من 20 25 سنه شغال في المجال ده، راجل يعني بيذاكر جدا وبيشوف الحاجات الحديثه، راح دبي قعد في نادي الجزيره اكتر من 10 او 15 سنه، لو هو ما كانش جامد جدا ما كانش نادي الجزيره مسك فيه 10 15 سنه كابتن اسامه. فالراجل ده مهم جدا، مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. انا متهيألي السنين الجايه هتشوف لعيبه كتيره جدا في قطاع الناشئين هتطلع النادي الاهلي زي ما هو كان موجود وطلعنا كلنا النادي الاهلي، او حتى لو مش موجود في النادي هتمثل انديه تانية بس انت باسم النادي الاهلي اللي انت تربيت فيه يعني. عايز ارجع لفتره مدرسه الكوره دي من الفترات المهمه، عايز اعرف ابرز اللعيبه اللي كانوا معاك وقتها. لا كان في لعيبه كتير قوي، كان في لعيبه كتير، كان معايا زكريا، كان مؤمن طبعا طبعا، مؤمن ربنا يشفيه يا رب، كان معايا في مدرسه الكوره، كان معايا واحد اسمه موكشة دلوقتي بيلعب في الشريط الدخان، كان معايا علاء كمال، كان معايا كهربا، كان معايا كهربا طبعا، بس كهربا كان اصغر مننا شويه، كان معايا في الناشئين كلها عامه غير مدرسه الكوره، كان معايا انت كابتن اسامه كنت موجود معايا في الاستراحه مدرسه الكوره، ما كان في لعيبه كتير قوي، احمد شكري كان موجود، محمود توبه كان موجود، اللعيبه اللي هي دلوقتي بتلعب في الدوري الممتاز كان معايا لعيبه مميزه جدا ساعتها في التوقيت ده، كان من احسن لعيبه مصر في المراحل السنيه. فدلوقتي انا مش مذاكر لعيبه كتير يعني، بس كابتن بدر رجب بيقعد يطلع وقتها اسماء للعيبه، احمد سمير فرج برده كان موجود في الناشئين، لا كان عبد الله جلال، كان في لعيبه كتيره جدا موجوده في الفتره دي. الكابتن بدر رجب كان بيطلع اسماء على اللعيبه وقتها، كان بيطلع تريزيجيه، هو اللي طلع لتريزيجيه، كهربا يعني
لا هو كابتن بدر رجب ما شاء الله عليه في الحاجات دي، كمان دمه خفيف جدا جدا، كان هو بيشوف اللعيب ستايله ايه وشكله ايه، كان بيطلع قفشات على اللعيبه. فكابتن بدر رجب من الحاجات اللي هو كان مميز فيها اللي هو قد ايه بيشوف اللعيب، يعني ممكن يوم يتفرج عليه مره مرتين يقول لك الولد ده هيبقى لعيب كبير، كمل وما كملش بالظبط، الولد ده هيبقى مش عارف بعد سنه سنتين، لا لا ده هيكمل وهيبقى منتخب مصر. بصراحه كابتن بدر رجب خبره كبيره جدا في المجال ده. عايز ارجع للاكاديميات مره ثانيه. شايف فكره انتشار الاكاديميات ازاي دلوقتي؟ ما شاء الله النادي الاهلي عدد اكاديمياته ما شاء الله بيتجاوز 22 اكاديميه، متواجد في معظم محافظات مصر. النادي الاهلي دلوقتي موجود عنده اكاديميات دلوقتي ما شاء الله في الامارات. فكره انتشار الاكاديميات شايفها ازاي، خاصه انك انت ما بتدورش على الربح المادي او الفلوس بس، انت زي ما انت بتقول هيبقى في تواصل مع الكابتن بدر رجب لاكتشاف المواهب، برضو شعبية النادي الأهلي وجماهيرية النادي الأهلي بتكون متواجدة في بنها وفي الشرقية وفي المنصورة وفي السويس وفي الصعيد وفي كل محافظات مصر. دي احلى من احلى قرارات النادي الاهلي خدها كابتن محمود الخطيب طبعا، اللي هو بيخلي قد ايه جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي. النادي الاهلي حوالي 70 80 مليون في مصر كلها، لما تفتح اكاديميه في كل بلد ده في ناس كتير جدا بتحب النادي الاهلي. النادي الاهلي براند كابتن اسامه. فلما والده ابنه يروح يلعب في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا، انا شايف دي حاجه مميزه اللي النادي الاهلي فكر فيها. النادي الاهلي فكر بره الصندوق خالص، فعمل حاجه جديده قد ايه، حتى في لعيبه كتيره جدا بتبقى مظلومه، يعني مثلا اسوان ولا اسيوط ولا المنيا ممكن تلاقي لعيبه مميزه قوي بس مش قادرين يجوا القاهره. فلما الاكاديميه تتفتح انا كنادي الاهلي بروح لهم. بالظبط، انت كنادي الاهلي بتروح، ولو لعيب مميز مليون في الميه هيوم النادي الاهلي هياخده ويقوم جايبه القطاع ويشتغل مع كابتن بدر رجب او اي حد موجود في سنه يعني. فدي كانت برده ميزه، لو كل سنه كابتن اسامه في الاكاديميات طلعوا من كل بلد 2 3 لعيبه مميزين ياخدوهم القطاع، بعد 10 سنين هتلاقي اللعيبه دي كلها في النادي الاهلي وتتباع بارقام رهيبه يعني. تمام، عايزين نروح برضو فرصة وانت موجود معانا نتكلم عن الاهلي والوداد ومباراة برضو مهمة، المباراة الافريقية القادمة. لعبنا الشوط الاولاني في القاهرة انتهى 2-1، عندنا مباراة تانية. شفت المباراة الاولى ازاي؟ انا عايز اقول بس للنادي الاهلي عمل ماتش كويس جدا. النادي الاهلي كسبان كابتن اسامه مش خسران، النادي الاهلي كسبان 2-1. النادي الاهلي لعب 86 دقيقه على اعلى مستوى دفاعيا وهجوميا، كل لعيب ما بخلش باي حاجه، كل لعيبه الماتش ده ادت 9 من 10. باين قوي كابتن اسامه اللي مستر كولر فيه شغل، باين قوي اللي فيه شغل في الملعب. خطه اللعب اللي بيلعب بيها 4-3-3 دي باين اللعيبه خلاص بقى في انسجام. النادي الاهلي بقى له 14 ماتش دخل في مرمى جون واحد بس بعد ماتش سان داونز. الاهلي اللعيبه حتى بقى في محمد هاني، علي معلول بقى يدافعوا على اعلى مستوى، اللعيبه تحس ال 11 لعيب بقى تحت الكوره بقى يدافعوا كويس جدا. خد بالك بقى كابتن اسامه كمان، النادي الاهلي بره ارضه بقى يلعب دلوقتي كويس جدا. ماتش الترجي كسب 3، ماتش القطن كسب 4، فبيلعب بره ارضه كويس جدا. الناس قلقانه، انا عايز اقول النادي الاهلي، انت النادي الاهلي هم اللي يبقوا قلقانين، انت رايح كسبان وعامل ماتش كويس جدا. انت عندك فرص يعني، انت النهارده لو تعادل سلبي او تعادل ايجابي كل بطوله ان شاء الله النادي الاهلي يا كابتن اسامه. حتى لو انت مثلا خسرت لا قدر الله 3-2 تبقى البطوله من نصيب النادي الاهلي، وعندك فرصه ايضا لو انت خسرت 1-0 عندك فرصه تعوض الهدف طوال 90 دقيقه طبعا وتحقق التعادل، او لو خسرت 2-0 عندك فرصه انك تجيب هدف طوال 90 دقيقه وترجع المباراه مره ثانيه، وممكن تروح الوقت الاضافي وركلات الترجيح. فانت فرص النادي الاهلي كبيره. لا بص يا كابتن، النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز. يعني اللعيبه كلها كل فكرها دلوقتي او مستر كولر بيلعب على الفوز وبيلعب اللي هو ياخد بطوله افريقيا. النادي الاهلي يا كابتن والوداد هي اللي لازم تبقى هي القلقانه، مش النادي الاهلي. النادي الاهلي كسبان، النادي الاهلي عمل ماتش هنا في ارضه كويس جدا، والنادي الاهلي اللعيبه كلها لعيبه عندها شخصيات، لعيبه النادي الاهلي عندها شخصيات، لعيبه النادي الاهلي طول الوقت لازم تبقى يعني رايحه هناك وعارفه اللي هي لازم تاخد البطوله، لازم تاخد البطوله ولازم تكسب باي نتيجه او حتى تعادل. فانا واثق مليون في الميه لكل لعيب في النادي الاهلي حاطط في دماغه اللي هو لازم يبقى فيه مكسب ان شاء الله، وناخد البطوله ال11 ان شاء الله ونفرح جمهور النادي الاهلي باذن الله. ايه الحاجات اللي لازم يركز عليها كولر؟ يعني اولا لازم اللعيبه كلها تدافع 100% 100%. لازم كل لعيب يقفلوا المساحات جنب بعض، لازم يساعدوا بعض جدا، لازم اللعيبه كلها تركز في الكور الثابته. فرقه الوداد يا كابتن مميزين جدا في الكور الثابته. النادي الاهلي لو قفل كل مفاتيح اللعب بتاعه الوداد وركزوا في الكور الثابته، انا شايف النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يطلع بالماتش وبنتيجه ايجابيه كمان ان شاء الله باذن واحد احد. يعني طب النهارده هناك هيفضل طول 90 دقيقه يدافع ولا برضه ممكن طبعًا المباراه تتقسم لفترات؟ مليون في المئة هتتقسم. عملية الاستحواذ مهمة جدا هناك طبعا، ازاي هناك ان انا اشتغل على المساحات اللي ممكن حسين الشحات
يستغلها، ممكن بيرستاو، ممكن طبعا احمد عبد القادر، ممكن محمد شريف، ممكن محمود كهربا، قفشه يعني بتكلم على المجمل لعيبه. انا عايز اقول للنادي الاهلي برضه كابتن اسامه، اللعيبه عندها شخصيات، يعني موضوع الجمهور ما هو متعود اللي هو يلعب قدام جمهور يعني، والنادي الاهلي متعود على كده طول الوقت. السنه اللي فاتت احنا اتظلمنا في البطوله دي، فانا شايف اللعيبه السنه اللي فاتت اتظلمت في نفس الملعب، ان شاء الله هيبقى عندهم الخبرات اللي هم يروحوا يقسموا الماتش على ثلاث مراحل، رايحين وهم كسبانين، رايحين وهم عارفين هم هدفهم ايه بالظبط وهم ياخدوا البطوله، فاكيد مليون في الميه لازم اللعيبه تبقى يعني يقللوا الميس باص كتير جدا، يبقوا بلغه الكوره كده كابتن اسامه يعني يعرفوا ازاي يمشوا الماتش. اكيد مليون في الميه اللعيبه عدت على الحاجات الاجواء دي كلها كتير جدا جدا، نسبه الاستحواذ، كل لعيب في النادي الاهلي لعيب عنده شخصيه، لعيبه كبيره. احسن فترات حسين الشحات، احسن فترات بيرستاو، احسن فترات كهربا، يعني انا شايف الماتش اللي فات يا كابتن يعني كل اللعيبه كانت هايله، يعني بدليل ان مستر كولر غير اول تغييره كان في الدقيقه 86 اللي هو اللعيبه كلها كانت شبه بعضها، اللعيبه كلها فنيه على اعلى مستوى. نفس الحاله الفنيه لو دي نفس الحاله الفنيه هناك في المغرب، انا واثق مليون في الميه ان شاء الله النادي الاهلي هيعمل ماتش كويس جدا ويجيب البطوله ان شاء الله. طب من خلال المباراه الاولى شفت ابرز مميزات الوداد ايه اللي النادي الاهلي في المباراه الثانيه لا لازم نخلي بالنا من المنطقه دي، لازم نخلي بالنا من اللعيبه دي، شفت ابرز نقاط القوه في الوداد ايه؟ علشان النادي الاهلي ما انت خلاص لعبت المباراه الاولى بالوداد خلاص بقى كتاب مفتوح بالنسبه لك وبالنسبه له، عشان اخلي بالي من المباراه الثانيه. لا لازم يخلوا باله من الكوتر اتاك، ده رقم واحد، عشان عندهم سرعات قدام. ولازم يخلي باله من الكوره الثابته يا كابتن، عشان هم هيعتمدوا على الكوره الثابته جدا. هو الوداد طول الوقت بيلعب على الكوره الثابته، يعني لعيبته بتلعب كوره ثابته على اعلى مستوى، عندهم ثلاث اربع لعيبه بتلعب هيدرز برضو على اعلى مستوى، فالكوره الثابته بالنسبه لهم ده سلاح مهم قوي قوي قوي. لازم النادي الاهلي يقفل كل اسلحه الوداد، فهي دي اهم ميزات الوداد، اللي الكور الثابته عندهم بتبقى مميزه قوي قوي، لازم النادي الاهلي يقفل المساحات دي. يعني الكرات الثابته هي دي اخطر حاجه مميزه في الوداد، اخطر حاجه. بدليل اللي هو ماتش سان داونز هناك، او ماتش سان داونز عندهم في كل الكور اللي جات لهم كور ثابته، وصعدوا بكره ثابته، المساك بتاع الوداد سان داونز هو اللي دخلها في نفسه، فهم طول الوقت معتمدين على الكور الثابته بدرجه يعني 100%. بس طب شايف مين من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يعني يصنع او يعمل الفارق هناك في مباراه المغرب؟ احنا لعبنا هناك الرجاء، وهنا كنا كسبانين 2-0، رحنا هناك عملنا مباراه او جيم دفاعي كبير جدا، كانت الخطوط كلها متقاربه، في اخر المباراه ظهرت الفرص هناك. تمام، شايف ممكن مين هناك يكون يعني اللي يقدر يقدم مباراه كبيره يصنع الفرق مع النادي الاهلي؟ انا شايف الفتره اللي فاتت اللي صانع الفارق بيرستاو وحسين الشحات، عاملين حاله بيرستاو صراحه بيمر بافضل افضل فترات يعني الشحات. انا شايف الاثنين دول احسن ناس في افريقيا مش في مصر بس الفتره دي، عاملين بطوله على اعلى مستوى من بعد ماتش سان داونز، يعني حاجه روعه. كهربا برده ماشي بصفه هايله في احراز الاهداف وبيجيب اهداف ويصنع اهداف. حمدي فتحي برده عامل حاله برده جامده جدا. انا شايف اللي ممكن برده هناك يصنع الفارق ممكن احمد عبد القادر لو نزل، طبعا السرعه والمهاره طبعا. مجدي قفشه برده لعيب كبير، بيعرف بصير كويس جدا، عنده الكور الثابته كويسه جدا. علي معلول لو فايق برده هيفرق جدا مع النادي الاهلي. محمد هاني لو فايق هيفرق جدا مع النادي الاهلي. اللعيبه دي الفتره اللي فاتت عاملين ماتشات على اعلى مستوى وبيدوا 100% بتاعتهم بالنسبه للماتشات، فدول اللي هيبقى فيهم فارق كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. محمد شريف برده. عايز اسالك عن علي معلول، وانت كمان كنت بتلعب باك ليفت ولعبت في الحته دي سنوات وسنوات، عن ادائه شويه ممكن يكون كان متضايق بعد الخطا اللي فات. علي معلول رصيده كبير وتاريخه كبير مع النادي الاهلي، لكن عندنا الهاشتاج جهزوا الهاشتاج يا شباب يا شباب. طيب نعرض بقى دعم وسندد جماهير النادي الاهلي، كنا اطلقنا هاشتاج من بدايه الحلقه ان الاهلي يقدر، وقلنا لكل جماهير النادي الاهلي ابعتوا لنا رسائلكم ودعمكم للاعبي النادي الاهلي علشان اكيد هتوصل. أول رسالة معانا بتقول إن شاء الله الفوز ابتسام محمد معانا بتقول إن شاء الله الفوز للأهلي وإن شاء الله الكاس أهلاوي يا رب. إيمان حلمي بتقول إن شاء الله بالتوفيق ويفرحونا بإذن الله ويكون عندهم حماس الفوز بالبطولة بإذن الله، يلعبوا بأقصى مجهود عندهم. سوسو إيه ده؟ سوسو كوين، سوسو كوين حارب على البطولة بروح الأبطال،
العب برجوله، متعه الكوره، افريقيا للكبار والاهلي اسطوره. الحادية عشر بتوقيت الاهلي، كلنا ثقه في لعبتنا رجاله وقد المسؤوليه ان شاء الله. مسج حلو قوي ده. اه محمد سعيد، كلنا ثقه فيكم ومننا كل الدعم يا رجاله، احنا الاهلي، احنا اللي تخاف مننا. العب برجوله وموت على الكوره وربنا معاكم قبل اي شيء وترجعوا بالكاس. احمد العسوي بيقول ربنا معاكم يا ابطال افريقيا ان شاء الله، الفوز للاهلي وبالتوفيق ان شاء الله. سلوى بتقول بامر الله وحوله وقوته تكون من نصيبنا وترجعوا مجبورين ومنصورين ان شاء الله يا رب. مصطفى كلنا ثقه في كل لاعب الفريق ال 11 يوم 11 باذن الله. احمد حسام كلنا ثقه فيكم ان شاء الله راجعين بالبطوله. ياسر احنا بنشجع الاهلي عشان المواقف دي ومتاكدين وعندنا كل ثقه انكم هترجعوا بال 11 ان شاء الله. لازم اقف قدام رساله ياسر، احنا بنشجع الاهلي علشان المواقف دي. هي دي المواقف اللي بتصنع الاجيال وبتصنع التاريخ وبتصنع الابطال وبتصنع المواقف اللي عمر جمهور نادي الاهلي ما بينساها. واحنا بنقول الاهلي في رادس لما خد بطوله من صفاقس كنا هنا متعادلين 1-1، وفي 2012 كنا متعادلين 1-1 هنا مع الترجي. هي دي البطولات اللي عمر جمهور النادي الاهلي ما بينساها. علشان كده ان شاء الله البطوله ال 11 تكون من نصيب النادي الاهلي، وانك تجيب البطوله ال 11 من قلب ملعب محمد الخامسه اكيد هيكون ليها فرحه كبيره. محمد بن عيد بيقول ال 11 يوم 11 ان شاء الله. هشام سعيد كلنا ثقه فيكم يا رجاله وان شاء الله البطوله اهلاويه، وانا نفسي اتصور مع الكابتن بيمو في التتش. انا بوعدك يا هشام على الهوا لو خدنا البطوله ال 11 هوعدك ان شاء الله تروح التتش وتتصور مع الكابتن بيمو باذن الله. على فكره وبالمناسبه عندنا كبيره جدا دعم ومسانده، وبعد شويه هنبعت يعني وهنعرض دلوقتي رسائل حضراتكم في دعم ورسائل مهمه جدا من جماهير النادي الاهلي. علشان وقت حلقتنا بعد شويه دلوقتي يعني هيكون معانا رسائل اخرى. حلواني عايز اسالك عن علي معلول، انت لعبت في المكان ده كتير، شايف علي معلول اداؤه ازاي؟ برضو علي شويه زعلان بعد الغطه اللي فاتت، لكن ما شاء الله علي معلول تاريخه كبير مع النادي الاهلي، واحد من اللاعبين المهمين والمؤثرين مع النادي الاهلي. علي معلول لعيب كبير تحب تتفرج عليه، عنده حلول في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في النادي الاهلي، من اللعيبه اللي بقاله 3 4 5 6 سنين في النادي الاهلي بيدي لك 9 من 10 طول الوقت. يعني لو انت عندك 34 ماتش في السنه او 40 ماتش في السنه النادي الاهلي هيعمل لك يعني 3 4 ماتشات بس هو اللي بيبقى وحش فيهم طول الموسم يعني. فعلي معلول عنده رصيد على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيحب علي معلول، واي حد بيلعب جنب علي معلول حتى ما باجي اسال اللعيبه يقول لك علي معلول لعيب ممتع، لعيب كبير عنده حلول ما بيخافش شخصيه النادي الاهلي. علي معلول ده شخصيه النادي الاهلي، طول الوقت بيهاجم، طول الوقت عنده حلول، طول الوقت عنده الكاريزما اللي هو يكسب، وطول الوقت عنده كاريزما اللي هو بقى غيور على النادي الاهلي. حصل كذا موقف انا شفتهم لما الاهلي بقى متعادل او بيبقى كسبان بيلم اللعيبه. أيوة. دلوقتي كمان علي بقى محطوط في الصف اللي هو بقى قائد زي مع الشناوي ومع اللعيبه الكبيره كلها، مع ايمن اشرف، مع اللعيبه الكبيره دي كلها. فهو بقى واحد من ابناء النادي الاهلي دلوقتي، مش علي معلول بقى له واحد من ابناء النادي الاهلي. عادي وارد يبقى تغلط غلطه عاديه، كل الدفاع غلطها واي حاجه، ده طبيعي في الكوره. ان شاء الله علي معلول قدها وهناك هيعمل ماتش جامد جدا زي ما هو متعود اللي هو يعمل ماتشات جامده جدا. انا واثق في علي معلول، هو لعيب كبير مش هيتاثر بالحاجات دي، وهو عنده رصيد عند النادي الاهلي وعنده رصيد عند اي حد بيحب النادي الاهلي والكوره الحلوه. وعلي كمان انا بحب اتفرج عليه جدا، فمن اللعيبه المميزه جدا جدا يعني. امبارح كان في اجتماع مهم للكابتن محمود الخطيب مع لعيبه النادي الاهلي، والاجتماع جه تاني يوم على طول بعد المباراه علشان يوصل لهم رسائل. احنا هناك انا مش هتكلم عن تحكيم، انا مش هتكلم عن اي شيء، احنا قافلين على نفسنا، احنا مركزين كلنا كنادي اهلي منظومه باداره بلاعبين بجمهور، احنا عندنا هدف واحد ان احنا نروح نجيب البطوله من هناك، نعمل اللي علينا طبعا بالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن لينا هدف كبير. حاجه روعه شفتها امبارح. طبعا تاني يوم على طول كابتن محمود الخطيب يبقى موجود ويوصل مسج مش للنادي الاهلي بس، مش للعيبه بس، لا ده لجمهور النادي الاهلي، ويوصل مسج لمصر كلها اللي انا موجود وفي ظهركم واحنا كسبانين. وحاجه بيوصل لهم اللي هو ما تشغلوش دماغكم باي حاجه، روح اشتغل، روح شخصيه النادي الاهلي، اعمل اللي عليك 100%.
طلع كل عرق، نقطه عرق في الماتش، ما تشغلش دماغك باي حاجه بره الماتش، هتكسب البطوله. والنادي الاهلي متعود على كده كابتن اسامه. الحاجات الصعبه، المواقف الصعبه، زي ما الناس بتقول الموقف الصعب بيبان رجاله النادي الاهلي، حارب على البطوله. زي ما انا قريت المسج، حارب على البطوله. اكيد كابتن محمود الخطيب ادى دعم للناس كلها، وادى دعم. انا كنت شايف حتى امبارح الفيديوهات بيضحك مع اللعيبه. أيوة. وبيضحك مع الجهاز الفني طبعا. هو عايز يقول لهم اللي انا الموضوع انا واثق فيكم جدا، حاجه ده مسج برده. ما بيضحك مع الجهاز الفني ويضحك مع اللعيبه ويوصل لهم مسج، ده حاجه كبيره جدا. وكابتن محمود الخطيب كمان كان يعني اسطوره في الحاجات دي، وكان لعيب كبير قوي قوي يعني، فهو عارف المواقف قد ايه اللعيب بيبقى متاثر، حاطط نفسه مكان اللعيبه، فبيوصل لهم مسج اللي هو ما تخافوش انا في ظهركم. رئيس النادي الاهلي بنفسه جه، كابتن محمود الخطيب نفسه موجود بيوصل مسج للناس كلها اللي هو اشتغل، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. فده مسج قوي جدا جدا بالنسبه لكابتن محمود الخطيب، راجل كبير قوي قوي يعني. هناك المباراه اكيد صعبه، مش مباراه سهله، لكن مش مستحيل انك تتعادل وتكسب هناك، وحصلت قبل كده مع الوداد في المغرب. ازاي تتعامل مع الضغط الجماهيري الكبير ده يا حلوان؟ تشتغل بس، ما تشغلش دماغك ولا بوسائل الاعلام ولا بتلفزيون ولا اي حاجه. انا شايف اللعيبه الضغط الجماهيري اثناء 90 دقيقه في المباراه، انت متعود على كده كابتن اسامه، انت لعيب نادي الاهلي، انت عندك شخصيه، انت ما انت لو مش لعيب نادي الاهلي وما عندكش شخصيه ما تجيش في المكان ده، ما تلعبش في النادي الاهلي. النادي الاهلي غير اي نادي في افريقيا، وغير اي نادي في اي حته في الدول العربيه، اللي هو الضغط الجمهوري بتاعه، انت متعود على كده. انت النادي الاهلي بيشجعه 80 مليون ولا 70 مليون في مصر كابتن اسامه. فطبيعي وانت في اي حته لازم يبقى عندك ضغط. فده النادي الاهلي متعود، ما الماتش اللي فات كان فيه حوالي 60 70 الف متفرج او 50 الف متفرج، فانت متعود على كده. لا ما اظنش اللعيبه دلوقتي النادي الاهلي، شخصيه اللعيبه جوه الملعب، شخصيه الجهاز الفني اللي هم بيبقوا قلقانين من موضوع الجمهور. انا بس الحاجه الوحيده بس اللي انا قلقان منها موضوع التحكيم بس، اللي هو انا عايز الحكم يبقى فير، يديني حقي، ويبقى موجود بنسبه 100% في كل كوره، بنسبه 100% موجود في كل لعبه، فيديني حقي. ان شاء الله انا واثق 100% اللعيبه مركزه 100%، وعارفين قد ايه البطوله دي مهمه قوي، عارفين قد ايه البطوله السنه اللي فاتت راحت مننا ظلم. أيوة. وما يعني اتظلمنا فيها، وعشان كده ربنا عوضنا بعديها ورحنا برضو المغرب. فدي كانت. طب ايه الفرق بين السنه اللي فاتت والسنه دي؟ لا فرق علشان كبير. برضو اللي مرتبط يعني بفكره بالسنه اللي فاتت والاهلي خسر البطوله والسنه دي، الفرق فرق كبير قوي يا كابتن. فرق اللي انت بتلعب ماتشين مش ماتش واحد. أيوة. فرق اللي انت لعبت في ارضك، فرق اللي انت كسبان 2-1. أيوة. مش متعادل ولا خسران. فرق اللي انا رايح وانا كبير، انا النادي الاهلي رايح وانا كبير، رايح وانا كسبان، ورايح هم اللي قلقانين مني مش انا قلقان منهم يعني. فانا واثق 100% ان النادي الاهلي هيعمل حاجه جامده جدا، وان شاء الله ان شاء الله هناخد البطوله. النادي الاهلي كله الجمهور او كل الناس متاكده ان اللعيبه كلها هتادي اللي عليها، وكل واحد مش هيبخل بنقطه عرق. فانا واثق يا كابتن اسامه، واثق ان شاء الله الرحمن، ان شاء الله الرحمن يعني ان احنا ناخد البطوله، وهنفرح مصر وهنفرح جمهورنا الاهلي ان شاء الله. حلو قوي النغمه دي. اي حد من بعد المباراه بتساله في اي مكان في اي حته على السوشيال ميديا حتى بيكتب، تقول له النادي الاهلي، يقول لك ان شاء الله نروح ناخد البطوله ان شاء الله. عكس السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت ركزنا في حاجات كتير شغلتنا وخدت مننا وخدت من تركيزنا وخدت من مجهودنا، الجماهير وسفر الجمهور، طب الحكم، طب المسؤولين هناك، طب المباراه، طب نشتكي معرفش في الفيفا، طب المباراه كانت مباراه ثانيه، التآمر اللي اتعمل على النادي الاهلي، فده كله خد من تركيز اللعيبه اكيد وهي بتتابع، الجهاز الفني وقتها، الاداره، الجماهير، الطاقه اللي كنا مفروض نوجهها ناحيه 90 دقيقه او ناحيه الملعب ودعم اللعيبه والتركيز وازاي التعامل. السنه دي احنا كلنا بنتدارك الماضي، مش هقول الاخطاء، نتدارك الماضي علشان ان شاء الله السنه دي تكون بطوله من نصيبك. دي الخبرات بقى يا كابتن. ايوه دي الخبرات بقى اللي لعيبه النادي الاهلي وكل الناس اكتسبتها من المره اللي فاتت، اللي احنا ما بنشغلش دماغنا. خد بالك هو ممكن يكون المغرب عايزه تدخلنا في حاجات زي السنه اللي فاتت، بس اللعيبه السنه دي تلاقيها مركزه وكل الناس مركزه في حاجه زي كده. والاخطاء اللي احنا عملناها السنه اللي فاتت، السنه دي انا شايف ان ما فيش ولا حاجه من بتاع السنه اللي فاتت، او جو الاعلام او جو كل حاجه، كل حاجه واحنا واخدينها يعني بتركيز 100%، وكلها مركزين في الكوره ومركزين في ادائنا. اللعيبه كلها مركزه حتى في ادائنا، في اداء اللعب واداء التكتيك. ومستر كورر تقريبا برضو حتى في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم كلام كله كوره، حتى لما سالوه على الماتش هناك في المغرب قال لك انا كسبان وهلعب كوره واروح العب كوره واروح اكسب البطوله. هو ده الصح اللي النادي الاهلي بيفكر بيه دلوقتي، والخبرات اللي احنا اكتسبناها دي لازم ان شاء الله تبقى موجوده في الملعب، ونكسب ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله. تعالى برضو بقول لك عندنا رسائل كتير جدا النهارده، دعم ومسانده من جماهير النادي الاهلي. افريقيا يا اهلي ان شاء الله، سيد السيد، افريقيا يا اهلي ان شاء الله البطوله اهلاويه، واثقين فيكم يا ابطال. زينب بتقول ان شاء الله البطوله اهلاويه، وسوسن عبد الفتاح الحادي عشر في الحادي عشر باذن الله.
طيب ناجي ابو سليم لاعبونا رجاله وقدها ان شاء الله، وان شاء الله هنجيبها من كازابلانكا ومفيش حاجه بعيده على ربنا، اهم حاجه التركيز. رضا عميره العبوا برجوله وما تهبوش حد واعملوا اللي عليكم وربنا يوفقكم ونكسب، غير كده يبقى بلاش تروحوا احسن. لا ان شاء الله اللعيبه مركزه يا رضا وكله على قلب رجل واحد، وان شاء الله لعيبه قدها وقدود. طيب نروح نشوف التقرير ده، تقرير معانا عن مشروع قومي لتطوير المنتخبات المصريه لرعايه الابطال الرياضيين بحضور الوزير الدكتور اشرف صبحي، وهيتم انشاء صندوق دعم كبير علشان رعايه الرياضيين وايضا كمان منتخبات الناشئين. نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع نستكمل حوارنا مع ضيفي الكابتن عمرو الحلواني. احنا النهارده بنعلن مع اتحاد الكوره ومع مجموعه شركات اورا لدعم المنتخبات المصريه للناشئين. هذا الدعم طبعا هيكون ليه مجلس امناء، مجلس امناء بيدير محفظه ماليه ب 250 مليون جنيه على 12 سنه، لكن ده الحد الادنى قابله للزياده لتمويل هذا الدعم. الهدف منه هو استدامه المنتخبات وتطويرها. طبعا الاتحاد المصري بيكون له رؤيته واستراتيجيته وتمويله، لكن تميز هذا التمويل وتميز هذا العمل لازم يكون منطلق من طريقه تفكير مختلفه، ده اللي احنا بنعمله. واستدامه الاداء 12 سنه هيكون في دعم للمنتخبات المصريه في قطاعات في 2005 و2007 و2008 و2009. الحقيقه كل ما كان هناك العديد من المنتخبات كل ما كان هناك استمراريه الاداء والتفوق. احنا المنتخب الحالي هيكمل لغايه 2026 اللي هي كاس العالم القادم، هيكون جيل يعني تقريبا خلاص المنحنى السني بتاعه، لازم يكون في قطاعات مختلفه يعني بعده من الاعمار السنيه ويتم التاكد على ادائها وتطويرها لاستدامه التطوير. لازم يكون هناك مشروع لتطوير كره القدم المصريه. المبادره اساسا كانت في شكل مبادره ماديه ومشاركه مجتمعيه ماديه عن طريق شركه مع وزاره الشباب والرياضه. الهدف منها يعني تدعيم الاتحاد المصري لكره القدم لتطوير المنتخبات اللي جايه في 2005 و2007 و2008 و2009. انا بشكر طبعا سياده الوزير وعلى دعمه الدائم للاتحاد المصري لكره القدم. الاتحاد المصري هو معني باختيارات اجهزته الفنيه وهو معني باختياراته اللاعبين، لكن وضع خطه في الفتره اللي جايه ان احنا ازاي هنطور كره القدم او نطور ازاي منتخباتنا في الفتره اللي جايه، هو ده اللي كان اساس في المبادره اساسا. اتمنى برضو كمان يبقى زي ما في مبادره مجتمعيه حاليا دلوقتي ماديه، نتمنى كمان يكون في مبادره مجتمعيه اعلاميه اللي فعلا لان الاتحاد المصري لكره القدم محتاج ولاعبين المنتخبات محتاجين في الفتره اللي جايه الدعم الاعلامي ان شاء الله. انت بتدعم منتخبات الناشئين بس بعد كده هتجني الصمايه ان هم دول هيبقوا هو دول المنتخب الاول، هو ده اللي هيبقى منتخب لهم. فبالتالي ده دعم مادي. في ناس اتكلمت على انه رقم مش كبير، ولكن احنا فاتحين الباب اهلا وسهلا باي حد حابب ان هو يدخل معانا في المبادره ويدخل معانا في الصندوق ويدعم المنتخبات من خلال ان احنا بنوجد معسكرات جيده للاعبين، ان احنا بنقعد مع بنختار او الاتحاد بيختار اجهزه فنيه على اعلى مستوى علشان تكون تليق باسم ومكانه منتخب مصر، وده شرحه اعتقد الاستاذ جمال علام ومعالي الوزير، ان احنا بندعم ان احنا نقدر يبقى في معسكرات جيده، يبقى في مباريات على اعلى مستوى، يبقى في اجهزه فنيه بيدفع لها مرتبات كويسه، كل ده علشان نقدر نرجع تاني نبقى متواجدين باذن الله على الساحه الافريقيه زي ما كنا قبل كده. احنا حققنا بطوله افريقيا 2013، وصلنا لكاس العالم قبل كده، حققنا ثالث كاس العالم او برونزيه كاس العالم. اقصد ان كان لو كلنا نفتكر ان جيل الكابتن حسن شحاته كان حوالي 50 60% منه هو منتخب مصر 2006 و2008 و2010 الجيل ده، فاحنا عايزين يبقى عندنا الاجيال دي اللي هو اللي احنا نشتغل عليها، يبقى هي الاجيال دي اللي تمثل منتخب مصر بعد كده. سعداء جدا بالمبادره دي لان طبعا هي تخدم المنتخبات الوطنيه كلها وقطاع الناشئين فيها بالذات او منتخبات الناشئين والناشئات. خلينا نتكلم بشكل واضح وفير ان دلوقتي منتخباتنا سواء كانت سيدات او رجال فهي محتاجه دعم قوي جدا منذ البدايه ومنذ الصغر على
علشان نلاقي منتخب اول قوي لازم يبقى عندنا منتخب ناشئين قوي، وده مش هيتم غير فعلا بالمبادره دي من خلال بروتوكول التعاون اللي هيتم بين وزاره الشباب والرياضه ممثله في معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، وكمان الاتحاد المصري لكره القدم ومنوط باللعبه ممثل في رئيس الاتحاد الدكتور استاذ جمال علام، وكمان شركه اوبرا من خلال المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي ليها الاستاذ هيثم عبد العظيم. اللي انا شايفاها فكره رائعه جدا، وهو دعم المنتخبات الوطنيه المنتخبات الناشئين سن صغير من بدايتهم، يوفر لهم بيئه صحيه ورعايه من جميع النواحي الفنيه والنفسيه والذهنيه والمهاريه، ان احنا نوفر لهم بيئه كامله ان هو يطلع منها عدد كبير جدا من اللاعبين ومنتخبات اللي يساعدوا في تطوير الكره المصريه. وطبعا اسم منتخب مصر هيحس بده فعلا من وجود لعيبه اكتر من واحد او اكتر من نجم زي محمد صلاح عندنا، يبقى عندنا نجوم كتير جدا من سن صغير يتم الاهتمام بيهم بالشكل اللي يليق باسم اللعيبه المصريين في الخارج زي محمد صلاح وغيرهم. فدي انا شايفها خطوه وبدايه ان شاء الله باذن الله مبشره ان شاء الله باذن الله، نتوقع لها التوفيق باذن الله والنجاح. احنا يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيمثل مصر، بيمثل كل قطاعات الانديه داخل مصر، لان هو ده نهائي افريقيا. الجوله الاولى بدات في القاهره، الجوله الثانيه ان شاء الله تكون مع الشقيقه في المغرب باذن الله، ربنا يوفقه، لان النادي الاهلي هيكون بعده المنتخب الاولمبي في المغرب، هيكون في مباراه المنتخب الكبير. دي الكره المصريه، ان شاء الله نتمنى التوفيق والعوده بالكاس. انا كمصري قبل ما اكون رئيس اتحاد اتمنى النادي الاهلي طبعا ان شاء الله الفوز، وباذن الله يعني اللاعبين المصريين خصوص لاعبيه النادي الاهلي ان هم قادرين ان شاء الله يحققوا لنا الفوز هناك ان شاء الله ويرجعوا لنا فايزين باذن الله. بنشكر زميلتنا هنا ابو القاسم على هذا التقرير. كابتن عمرو حلقونا عشان وقت حلقتنا، دايما في كلامك بتقول النادي الاهلي غير اي نادي، ايه اللي يفرق النادي الاهلي عن اي نادي؟ لا يفرق كتير قوي يا كابتن اسامه، يفرق اللي النادي الاهلي يعني طول الوقت بروح الفنه الحمراء ببطولاته بانجازاته بالحاجات الاوروبيه بالحاجات العالميه بكاس العالم للانديه حتى بانتماء للولد بيديه للنادي الاهلي. وفي حاجه كمان يعني انا كنت مبسوط بيها جدا يا كابتن، اللي هو جيل بيسلم جيل حتى في مجالس الاداره، انا كنت موجود في الفرع الرابع، حاجه صرح غير طبيعي، حاجه اوروبيه. كابتن محمود الخطيب بيتكلم بيشكر كل المجالس الاداره اللي مسكت من اول يوم النادي الاهلي، هو ده روح النادي الاهلي، هو ده اللي تربينا عليه طول عمرنا، اللي جيل بيسلم جيل وكله بيشتغل يعني بيكملوا بعض، يعني ده النادي الاهلي، وده اللي احنا اتعلمنا فيه، وده روح النادي الاهلي، وده النادي الاهلي غير يعني. اخيرا يوم 11 النادي الاهلي يقدر؟ مليون في الميه يقدر، ده هو اصلا يعني كلمه يقدر معمول عشان النادي الاهلي يعني. والله ان يعني كلمه يقدر معمول عشان النادي الاهلي، يعني اي حد ماشي في الشارع او اي حد بيلعب كوره يقول لك النادي الاهلي ما عندوش مستحيل، النادي الاهلي بلس 90، فمليون في الميه النادي الاهلي يقدر، وكل جماهير النادي الاهلي عارفه وواثقه ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدر وهيجيب البطوله باذن الله يعني. ان شاء الله شرفتنا ونورتنا كابتن عمرو، وبنتمنى لك التوفيق في الخطوه القادمه في اكاديميه النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن اسامه، ويعني شرف ليا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي وموجود جوه بيتي النادي الاهلي، وان شاء الله تبقى على طول موجود معاكم باذن الله كابتن اسامه ان شاء الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر ضيف الكابتن عمرو الحلواني، ويوم 11/6 يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، وإن شاء الله يومها النادي الأهلي هيقدر. بكده وصلنا نهاية حلقتنا، نشوف حضراتكم إن شاء الله على ألف خير الأسبوع اللي جاي، والنادي الأهلي إن شاء الله متوج بالبطولة 11 بإذن الله.